ما أجمل هذا الغلام وما أحلاه، حياته سعادة، يذهب إلى أخواله فيرونه، ما أجمل هذا النور الذي يخرج من هذا الوجه الصغير. بعد أن فرح الغلام بأخواله رآهم ورأوه وفرحوا به، أرادت أمه أن ترجع به مرة أخرى إلى مكة. خرجوا من المدينة وفي الطريق في منطقة اسمها الأبواء، تعبت أمه ومرضت، وفي تلك اللحظات قبض الله عز وجل روحها. والغلام صغير لكنه يعقل، لم ير أباه، أبوه مات قبل ولادته، أما أمه فقد فجع بها وهو غلام لم يتجاوز السادسة من العمر. أمه تموت أمام عينيه، أمه تدفن بالأبواء. يا الله، من له في هذه الدنيا؟ أبوه فارق الدنيا قبل أن يولد، وأمه تفارق الدنيا وعمره 6 سنين. أي مصيبة ألمت بهذا الغلام الصغير؟ أي كارثة حلت به؟ فقد والديه وهو في هذا العمر. يا الله، كيف كان يشعر بأبي هو وأمي وهو في هذا السن؟ الرب عز وجل يرعاه، والرب عز وجل يحفظه، لكن الألم شديد والمصيبة كبرى. دفنت أمه، فيا الله، أي حزن خيم على ذلك القلب الصغير. ثم أخذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وأرجع إلى مكة فاقدا لوالديه.